كما ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بالرباط افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية. الدرس الأول ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وتناول فيه درسا وتحليلا موضوع أبي العباس السبتي ومذهبه في التضامن والتوحيد، انطلاقا من قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. التفاصيل. بعد أن استعرض السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ملامح مذهب أبي العباس السبتي في التضامن وعلاقة الجود عنده بالتوحيد، انتهج 5 قراءات لهذا المذهب: شرعية وصوفية وسياسية واجتماعية وفلسفية. وخلص السيد أحمد التوفيق بأن السبتي ربط الجود باستجابة القدر، واعتبره لا سببا في إصلاح العلاقة بين الناس في المجتمع الأرضي فحسب، بل ناظما للعلاقة التي تحكم التفاعل بين الإنسان والطبيعة. وفكرة الجود كما جاء بها السبتي قيمة عظمى في الرأسمال اللامادي الذي أسهم به المغرب في فهم الدين والحياة. وأمير المؤمنين يقول السيد أحمد التوفيق وارث هذا الرأسمال اللامادي ومجدده، وخاصة بفضل 3 توجهات في السياسة المولوية الجارية: أولا بفضل الرعاية لأعمال التضامن، ثانيا من خلال حماية أمير المؤمنين للدين الذي هو منبع الجود الموصول بأصله في أسماء الله الحسنى، ثالثا من خلال ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصيرورة التنمية الديمقراطية، لأن الاستقرار والطمأنينة السياسية والإرادة الحرة ضمانات لبيئة الجود والإيثار. والختم من مولانا أمير المؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد انتهاء الدرس الديني تقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ مجدي حاج إبراهيم أستاذ علوم ترجمة القرآن بالكلية الإسلامية الماليزية، والأستاذ الشيخ الهادي نعيم عمر عضو المجلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد، والشيخ رافع طه الطيف الرفاعي العاني مفتي الديار العراقية وأستاذ جامعي بسليمانية، محمد مامون فاضل أمكي داعية ومربي في الطريقة المريدية بسنغال، والأستاذ محمد زين الهادي الحاج علي عميد كلية الدعوة الإسلامية وعضو هيئة علماء السودان، الأستاذ محمد بن مصطفى فالسن باحث فرنسي في ميتافيزيقيا بفرنسا، الأستاذ أحمد شفيع نائب رئيس المجلس الإسلامي بالنيجر، والأستاذ إسماعيل أسني أوسا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالغابون. كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ تشورنو درامي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لصاحب الجلالة مصحفا فريدا لم يسبق له مثيل من حيث النسخ، ونسخ هذا المصحف من النساء المستفيدات من برنامج تعلم القراءة والكتابة في المساجد هذا العام، شارك منهن في النسخ ما يزيد عن 75,000، ونسخت المرأة الواحدة منهن كلمة واحدة من القرآن الكريم الذي يربو عدد كلماته عن 77,000.